إيران قدمت شكوى إلى المجلس الأمن، قالت في من فضاء العراق المسيطر عليه أمريكياً، انتبهي على التعبير، يعني هم ما قالوا من فضاء العراق اللي مسيطر عليه مثلاً العراقيين من أجل يكون اتهام واضح، اتهام الأمريكي أنه أنتم مسيطرين على الأجواء العراقية، فلذلك إن كانت الضربة إحنا ما نحمل العراقيين، نحملكم مسؤولية السماح لهذه الطائرات بخرق السيادة العراقية. أنا أقول لك أكو تطور شوي بالموضوع، يعني حقيقة من شنو نوع التطور ساسر؟ يعني إيران قدمت شكوى رسمية، هسه إيران قدمت شكوى رسمية مجلس الأمن ضمن رسالة محددة بأنه إحنا تم قصفنا من الكيان. أولا هذا الموضوع يعطيهم حق الرد أيضا وفق المادة اللي ذكرناها، المادة 50، أنه خلاص إحنا إذا نتعرض إلى قصف جوي لازم نرد. هاي مادة قانونية بالقانون الدولي تتيح لهم هذا الشيء. بعد هي تركيا شلون تدخل بشمال العراق؟ هم مادة قانونية. هي هاي مشكلة. إحنا يا ست فرح وتحياتنا للأخ الضيف، إحنا العراقيين المشكلة إيران تقصف إسرائيل صواريخهم وتفوت من فوقنا، إسرائيل تقصف إيران طائراتهم وتفوت من فوقنا. وهسه احنا انا يعني كتبت قبل ما ندخل كتبت قلت ليكون بعد ذلك نطلع احنا المذنبين في هذا الموضوع. زين احنا لا هي ما ممكن تظلل، انت دا تشوف جرائم الكيان الصهيوني ما لا احنا لو احنا نطلع المذنبين يعني احنا دا نضرب الكيان منا اصلا دا نضرب الكيان من منو جاي يسج العراق؟ هسه ليش امريكا استخدمت منطلق العراق منطلق لاذيه دول الجوار؟ واحنا عندنا ماده دستوريه ممنوعه يا استاذ سرمت، هاي مو محاولات امريكيه لزج العراق في هذه المعركه؟ ماكو اعتراف، اعتراف لحد الان ماكو، لحد الان اكو سكوت تام. مع العلم عندنا صواريخ ساقطه في كشيفه، خلي بالك صواريخ اليوم انتشرت صورها ساقطه، هل هذه سقطت من طائرات؟ ايش قد راح نتضرر من انه فضاء نبيد الامريكيين؟ يعني لا ما 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 راح يعني اذا كضرر علينا كبلد مثل العراق. لا مو كبلد، احنا عندنا اليوم ما عندنا حمايه، ما عندنا سياده، منشآت عسكريه بيد الامريكان، سمائنا مكشوفه بيد الامريكان اساسا الى ان يطلعون قوات التحالف الدولي.